مش هقدر اتكلم، معلش. والله مش هسيبك يا امجد. رقم المطلوب مغلق او غير متاح. وكمان قفلته؟ ماشي، هتشوف بقى انا هعمل فيك ايه. ايه القمر ده بس؟ قمر صاحي من النوم. انت صحتني ليه؟ انا ما صدقت نمت. اقعدي بس، ما نفسكيش كده نقعد نتفرج على فيلم زي زمان لوحدنا كده ونسهر للصبح؟ انا بقى رايق النهارده وعايز اسهر معاكي للصبح. انت كويس؟ انا بقى كويس لو ده عجبك. الله، ده حلو قوي. ده عشاني؟ طبعا. عجبك؟ ده تحفه. هيبقى احلى في ايديك. حلو قوي. يلا دور لنا بقى على فيلم رومانسي كده نتفرج عليه. انا بجيب شويه ايس كريم وشويه كاجو ولزوم القعده. ماشي ماشي. جاريه وماله ده؟ أمجد مش بيخوني، أنا اتأكدت. تلاقيها يعني واحدة كده كان يعرفها زمان ولا شافها صدفة ولا أي حاجة، ويعني مرضاش يقولي علشان ما يزعلنيش. المهم أنا قلت أطمنك، وبكرة هكلمك بقى. باي حبيبتي. طيب هي ما قالتش هي عايزانا في ايه بالظبط؟ لا، بس نهلة عمرها ما طلبت مننا حاجة، فإنها تطلب تشوفنا كلنا مع بعض بالطريقة دي أكيد بقى في حاجة، ربنا يستر. لا، وفي الفترة الأخيرة كل ما أقولها تنزل تقابلني ما ترضاش وتقولي أمجد يزعل. أنا تقريبا عارفة هي عايزانا في ايه. يا رب ما يطلع اللي في بالي. ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ أمجد بيخدني، وقبل ما حد فيكم يشكك في كلامي انا متاكده جالي صوره ليه هو وواحده قاعدين في عربيته وماسكين ايد بعض كده اهو. مين دي اللي معاه في الصوره؟ معرفش، مش باين من الصوره غير ايديها. طب وتفتكري العلاقه واصله بينهم لفين؟ ما هو انا معرفش العلاقه بينهم واصله لفين لان مش باين منها غير ايديها. خلاص يبقى تواجهيه وما تسيبوش غير لما يعترف. لا طبعا، تواجهه ده ايه؟ انت عايزاه يطلع لها بمليون حجه؟ ده ممكن يقولها الصوره متفبركه. نهله لازم تمسك دليل قوي الاول. طب هو شكلها مش باين في الصورة، الصورة دي من امتى؟ أي حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله، مش باين من الصورة غير إيديهم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.